ارتفع حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي الأعمال والصناعة في الدولة بنحو 38 مليار درهم خلال الخمسة أشهر الأولى من هذا العام. وأظهرت إحصاءات المصرف المركزي أن الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية إلى قطاعي الأعمال والصناعة ارتفع بقدر 5.56% إلى 721.6 مليار درهم في نهاية شهر مايو الماضي، مقابل 683.6 مليار درهم في ديسمبر من عام 2021. وزاد الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية إلى قطاعي الأعمال والصناعة على أساس شهري خلال مايو بنحو 24.9 مليار درهم، أو ما يقارب 3.57%، مقابل نحو 696.7 مليار درهم في شهر أبريل. أعلنت مجموعة أغذية انطلاق موسم تسويق التمور لعام 2022 من خلال الفوعة الرائدة في تصنيع وتعبئة التمور والمنتجات المشتقة من التمور، ويمتد الموسم الذي انطلق في 6 أغسطس حتى 27 من شهر أكتوبر، حيث يتم فيه استلام التمور من أكثر من 17,000 مزارع من مختلف أنحاء الدولة بكميات متوقعة تصل إلى 90,000 طن من مختلف أصناف التمور الإماراتية، وعلى رأسها صنف خلاص والأصناف ذات القيمة التجارية العالية مثل فرد، خنيزي، لولو، دباس ومجدول. تعتزم الاتحاد للطيران تعزيز رحلاتها بين الإمارات والفلبين عبر إضافة رحلة يومية جديدة لخدماتها في موسم الشتاء، وستباشر الشركة تسيير رحلة ثانوية بشكل يومي اعتبارا من 30 من شهر أكتوبر المقبل، متيحة لضيوفها ما يصل إلى 14 رحلة في الأسبوع بين أبوظبي والعاصمة الفلبينية مانيلا. وستتم خدمة الرحلتين اليوميتين عبر طائرة بوينغ 787 دريم لاينر التي تعد واحدة من أكثر الطائرات حداثة وكفاءة من حيث استهلاك الوقود في الأجواء. تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم بالتزامن مع هبوط أداء المعادن النفيسة الأخرى وفقاً لبيانات الأسواق العالمية، وانخفضت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% أو ما يعادل 5.39 دولار إلى 1789 دولار للأوقية تقريباً، وتراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة بلغت 0.4% تعادل 7.2 دولار لتصل إلى 1805 دولارات للأونصة.